المدينه المتحدثه عن الناس اريد التحديد برئيس الحكومه هذا زملائي الكرام، زملائي بالمعارضة، أعضاء لجنة الحكم الكريمة والحضور الكريم، نشكركم على قدومكم اليوم. حقيقة من بعد ما شفنا فشل المشاريع البنائية ونقص المحاسبة ونقص الشفافية بالدولة، قررنا كحكومة ناخذ الإجراء التالي هو جعل السجلات تبع السياسيين المنتخبين علنية لتكون بمتناول الشعب كله. الحل لحتى نتوصل على أمل على دولة قانون بتقوم على مبدأ المحاسبة والشفافية وبنكون حرفيا بدولة القانون. هلا قبل ما نبدا بعرض حججنا رح نبلش بتعريف المصطلحات الباردة بإجرائنا. أولا السياسيين المنتخبين نحن بنقصد فيهم السياسيين المنتخبين مباشرة من قبل الشعب، وهن السياسيين اللي بيشاركوا بعملية صنع القرار عبر العمل التشريعي كنواب. ثانيا المقصود بالسجلات المالية هي السجلات اللي بيتم التدوين عليها كل عمل يقوم به النائب من تحويلات أو كل تحويل بيتلقي النائب أو كل عمل مالي من شأنه تعزيز مالية النائب المالية، مثل شراء عقارات، شراء أسهم بشركة معينة، أو إنه يحصل من جهة معينة على المال من أي نوع. العلنية نقصد فيها إنه تكون سهلة بمتناول الجميع وخصوصا الشعب. رح نبدأ أول شيء بتفصيل الآلية اللي نحن نعتمدها. أولا رح نعدل قانون السرية المصرفية ونضيف عليها رفع السرية المصرفية تلقائيا مجرد تولي أي منصب نيابي. ثانيا رح نباشر بتعديل المادة 576 من قانون العقوبات اللي بتجرم الإنشاء عن الأسرار دون سبب بالحبس لمدة 6 شهور بغرامة مالية ونضيف عليها ما لم يكن المعني قد تولى منصب نيابي أثناء إفشاء بالأسرار. ثالثا رح نجري تعديل دستوري بخص الحصانة النيابية ورح نص على انه ترفع الحصانة النيابية تلقائيا فيما يتعلق بالامور المالية تبع الدولة. رابعا رح نعمل على تشريع قانون بنص بالتفصيل على هذه الجرائم وبالعقوبات مع التشديد على انه في حال ظهر انه الادعاء على النايب هو ادعاء كيدي رح يتم تغريم الشخص اللي ادعى على النايب، وهذا حرصا على عدم ملاحقة النايب لحيال سبب بهدف الإساءة للنايب. خامسا في حال وجود بين أي مخالفة قانونية، مثلا بين أن مصادر هذه الأموال غير مشروعة أو مشكك فيها، أولا بيقدر الشخص أو الوزير يوجه السؤال للنايب عبر هيئة مكتب المجلس بمجلس النواب في حال كان مصدر الأموال مشمول. أما إذا كان مصدر الأموال واضح وتبين انه في خلل بهذا الموضوع يمكن الادعاء عليه مباشره. مين بحق له الادعاء عليه؟ هو هيئه القضايا بوزاره العدل واي مواطن صاحب صلاحيه متضرر من هذا الموضوع. حاليا انا رح بلش بعرض حججي، انا رح اعرض حججي بمحور دستوري والثانيه بمحور قانوني ومنفعه عامه. الحججه الاولى اللي هو بمحور الدستوري، اولا نحن بدنا نباشر بهذا الإجراء تطبيقا لأدوات التأثير المتبادلة وزيادة فعاليتها. شو نقصد فيها؟ أولا النظام البرلماني بيقوم على أدوات التأثير المتبادلة حيث بتكون الحكومة مسؤولة مسؤولية فردية وتضامنية أمام مجلس النواب، وبالمقابل بحق للحكومة إجراء واحد فيها تاخذه هو حل هذا المجلس. نحن كمان نعزز هذا الشيء اللي رح نعمله إنه بدنا نكون كمان للنواب عندهم مسؤوليه مش بس تضامنيه، مسؤوليه فرديه، على امل انه يتم تحسين هذه ادوات التاثير المتبادله. والدليل على هذه الادوات هو اي قانون دستوري بالحقيقه، وتحديدا القانون الدستوري العام من كتابه الدكتور حسين عبيد والدكتور طليس. ثانيا بالمحور القانوني والمنفعه العامه، احنا بدنا ناخذ هذا الاجراء لانه المجلس بيتعامل باموال عموميه بشكل غير مباشر وبيتعامل باموال الفرد والشعب بشكل مباشر. كيف؟
لأن المجلس أولاً بشرع قوانين بالطالب والذمة المالية تبع الأشخاص تحت خدها. ثانياً لأن المجلس بيصادق على قوانين مثل قانون المماثلة من شأنه مثال أمريكا العمومية. والمثال على هيدا الشيء اللي هو قلته إنه أولاً بيصادق المجلس على قانون المماثلة، وثانياً ممكن إنه المجلس يشرع أي قانون بيطال بالذمة المالية تبع الأفراد مثل قانون فرض الضرائب. بالتالي إحنا بالضروري انه نباشر بهذا الاجراء كمان نضمن انه هول القوانين اللي عم بيتشرعوا عم بيتم تشريعهم بدون اي تاثير من اي جهه وبكل شفافيه. انا خلصت، شكرا لكم. شكرا لرئيس الوزراء دوان. نمر الان الى زعيم المعارضه. صباح الخير للجمهور الكريم وللجنه الكريمه ولزملائي الحكومه والمعارضه. انا اولا بدايه بدي بلش باكد على المقوله انه نحن كفريق معارض ضد هي المقوله اللي بتجعل السجلات الماليه للسياسيين بمتناول جميع الناس انه يعني تكون عالميه. نحن كمان هدفنا من الدفاع عن رفض العلنيه هو كمان من اجل تحقيق دوله القانون ودوله الحق ومن اجل المصلحه العامه. بداية أنا رح بلش بضغط اللي تفضلت فيه رئيس الحكومة. بداية أنا بدي أقول إنه التعريف كان جدا ناقص. بما خص العلنية كان في سؤال حولها إنه العلنية هل بدها تكون قدام متناول كل الناس العلنية؟ هيدي بعتقد منا علنية، إنه العلنية بدها تكون قدام جهات مخولة، كان من الأحسن إنه تحدد كل الجهات المخولة إنه يقدروا يطلعوا على الحسابات المصرفية تبع السياسيين. شغلة تانية نحن كمان بدنا نقولها بالمحكمة المالية هي المقصود بالسياسي، اللي هي كانت عم تشدد انه السياسي هو شخصيا، طب نحن فينا نحكي فينا ابنه فينا بنته فيها مرته، يعني حتى في يكون بيه او امه، فيمكن هو يقدر يحط كل الاموال وكل الممتلكات باسم هذيك اولاده ويلي هن حتى الدرجة الثانية، فهون كمان عمليا هي بطل إلى فين. نحن كمان فريق الحكومه ما تناولوا الشيء اللي له علاقه بحسابات السياسيين اللي هن بخارج لبنان، كمان هذا الشيء ما تناولوا، بس تناولوا حسابات والممتلكات اللي موجودين على الاراضي اللبنانيه. كمان نحن بدنا نقول كمان الجهه الحكوميه تفضلت وهي نسفت السريه المهنيه بالمصارف، واما السريه المهنيه هي شيء جدا مهم، في فرق بين السريه المصرفيه في فرق بين السريه المهنيه، هن تناولوا ضربوا السريه المهنيه والسريه المصرفيه، هذا الشيء ما بيجوز، لان السريه هي ضمانه لجميع العملاء من ضمن السياسيين. اوكي نحن بعد ما تفضلنا بضغط اللي تفضلوا فيه الحكومه رح نحن نبدا بانه نتناول الحجج تبعنا ضمن محور الفضل. إذا فعلا السرية المهنية بتختلف عن السرية المصرفية، ليش في قانون للسرية المصرفية بنص إن البنك ما بيحق له بإفشاء الأسرار وما في شيء قانون ثاني ممكن بيقول إنه هن بحكم مهنة ما في إفشاء الأسرار؟ شو بكان السؤال أكيد؟ السرية المهنية هي منصوص عنها بالمادة 579 عقوبة وهي بتطال قطاع مصرفي وكل القطاعات اللي بيكون فيها كونتاكت بين العميل وبين الشخص مثل المحامي مثل الطبيب مثل المهندس. فضرب السريه المهنيه هي بتبطل كافه الفئات بالمجتمع اللبناني بسبب ضرر عليهم، وحتى السريه المصرفيه كمان بدها تنطال وكمان العميل، فساعتها بحل له المصرف بيفشي عن اسرار عملائه كافه، هذا الشيء بسبب عليهم اكيد انطال. انا بدي اتناول اول شيء المحور تبعنا يلي هو محور القانون، بعدين زميلتي بدها تتناول المحور تبعنا المحور الاخر. اول حاجه نحن بدنا نقولها انه الحاجه الاولى هي بتقول انه لا حاجه لالغاء السريه المصرفيه وجعل حسابات السياسيين علنيه، لانه اساسا حسابات المصرفيين حسابات السياسيين هي اصلا بالخارج كله، ونحن تعليلنا وتفسيرنا هذا الموضوع انه اول ما نحن نعلن انه بدنا نبنى هيك قانون فحكما وسريعا جدا كل السياسيين رح يحولوا كامل اموالهم للخارج، وبطل في لها ضروره ساعتها نحن عم نعطيهم سك براءة وكانوا عم بيقولوا انتم ناشف فيهم او هن يمكن فيهم يكونوا مرتكبين. هيدي اول شيء نحن بنتفضل بنقوله بتفسيرنا وبتعليلنا لهالموضوع. زياده على هذا الشيء اللي تفضلت فيه قبل وقلتوا انه بما خص فيهم يحولوا اموالهم لاهلهم ولقرايبينهم، كمان هذا الشيء ما في ضمانه ابدا انه احنا كيف بدنا
بدنا نطلعهم. وفينا نعطي مثل الأخير عن هالموضوع هو وثائق بنما ليكس اللي أكدت أنه جزء أكبر النسبة كتير كبيرة من اللبنانيين الموجودين فاتحين حساباتهم بشركات ضريبية هن النسبة الأكبر من العملاء هن اللبنانيين. أما نحن بالتاني حاجة كمان بدنا نتفضل فيها ونقول أنه كمان لا حاجة اللي رفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين، لأنه نحن عندنا أوريدي ضمانات قانونية موجودة لمحاربة الفساد وكرمال الحربة. والعائق الأساسي قدام بتفسيرنا وتعليمنا أنه العائق الأساسي هو الحصانة وليس السرية المصرفية، لأنه نحن عندنا ضمانات كمان نقدر نحارب وكرمال حرب الفساد. مثلا فينا نعطي مثلا على هالموضوع، النائب المنتخب أول ما هو ينتخب بيروح دغري بيصرف قدام رئيس مجلس الدستوري عن كامل أمواله وحساباته. ثانيا هو الموضوع الثاني يلي فينا نحن أي مواطن لبناني يروح على وزارة المالية يتقدم بطلب في ملكية يرسل على جميع ممتلكات السياسية ويتطرق لهذا الموضوع أنه نحن في عنا قانون إسراء بين مشروع يعني بجيز كمان ادعاء على أي نائب ودغري حكم على السرية المصرفية بتكون مرفوعة. خد شيء أنا بدي أربط وبأكد على المقولة أنه نحن ضد رفع السرية المصرفية عن السياسية. شكرا لك يا زميلي معاذ الفضل. نمر الان الى نائب رئيس الوزراء احمد. تفضل. زملائي الكرام في المعارضة والموالاة والحضور الكريم وطبعا لجنة التحكيم، نحن اليوم بفريق الحكومة الافتتاحية هدفنا هو الأحسن والأفضل في لبنان والمحافظة والوصول إلى دولة القانون. لهذا السبب نحن اليوم مع هذه المقولة. نحن تفضلنا يعني الحجج الموجودة وتفضل الفريق الخصم بالعديد من الضحك على الموضوع، لذلك سوف نبدا اولا بالرد على الضحك ثم سوف نتابع بالحجج اللي حقدمها انا من جهتي، يعني هي حجج اقتصاديه وحجج حقوقيه ديمقراطيه. نبدا اولا بالضحك. بدنا نتوجه اولا بشكل سريع باجابه على استفسار في الاليه. اولا عندما نقول انه سوف تكون علانيه للشعب بشكل كبير، المقصود بهذا الموضوع انه طبعا نحن في عنا جهات عديده من الدوله مثلا او الجهات المعنيه سوف تنشر هذا الموضوع، والجهات المعنيه مثل ما تفضل اصلا تستطيع ان تصل الى هذه المعلومات من خلال الاعلام بهذا الموضوع، ممكن مثلا نحط ويب سايت او نعمل نشر هذا الموضوع عبر الاخبار. تفضل. من هي هذه الجهات التي تتكلم عنها؟ الجهات العديدة المعنية بهذا الموضوع هي جهات قضائية والهدف منها محاكمة هذا الموضوع، مثل ما تفضل أيضا الجهات التي تحاسب الإثراء غير المشروع من هذه المحاكم الموجودة. لذلك في عنا أيضا أشكال أخرى. تفضل الخصم بأنه المادة تمنع هذا الموضوع، المادة في العقوبات، يعني احنا اصلا تفضلنا وقلنا بدنا نعدلها، ثم قلنا اساسا بدنا نعدل كمان بالدستور ونشيل الحصانة اساسا نحن. فهيدا الضحك اللي تفضل فيه طبعا هو قائم على انه ربما مثلا هذه الفكرة. ثم انه نحن ما حصرنا سجلات بلبنان، نحن ما قلنا بس بدنا نقرب على لبنان وما بدنا نعمل هيك، نحن بدنا نعمل تعاون مع دول اخرى، في دول عديدة غيرنا عملت تعاون مع دول اخرى من اجل الوصول لهذا الموضوع. هذا الموضوع موجود ببلدان عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن طبعاً بطبيعة الحال مش عم نعمل شيء بحياة وصار. ثم إنه السرية المصرفية اللي تفضلوا وقالوا إنه لازم نشيلها، طيب السؤال الأهم بهذا الموضوع هو عن طريق سبب وجود هذه السرية المصرفية والمحافظة عليها أساساً. والهدف بهذا الموضوع من أجل المستثمرين والمودعين الخارجيين مشان يرتاحوا ويحطوا أموالهم بلبنان. طب نحن مش عم نحكي عنهم، نحن عم نحكي عن السياسيين اللي موجودين بلبنان. هدول الجماعة حيضلوا عندهم سرية مصرفية بطبيعة الحال، وحيضلوا يستثمروا وينموا الاقتصاد اللبناني ويكون في عندهم فرص عمل، الحمد لله ممكن شيء ثاني. هلا سوف نتوجه هلا لفكرة الحجج اللي بدي اتقدم فيها. اول حجه هي الحجه الاقتصاديه وهي التي تحتم علينا العمل بهذا الموضوع مباشره. الحجه الاقتصاديه بهذا النطاق قائمه على انه في عندنا العديد من الاموال تختفي متى بدانا بتنفيذ هذه المشاريع الانمائيه او الجهات الموجوده، وهذا الموضوع شهدناه عديدا سواء كان من خلال
المشاريع الإيمانية في بناء السدود والطرقات والجسور وما إلى ذلك، وأيضاً الصناديق العديدة مثل الضمان وأيضاً بنك الإسكان. والدليل على هذا الموضوع واضح تماماً إنه هيدي الأشياء عم تعمل مشاكل عندنا لما ما بنقدر نحاسب فيها. مثلاً مشكلة الإسكان يلي إذا بعد تذكروا من كم سنة كان في عنا اختفاء لأموال عديدة بالإسكان. فجأة صار الشعب يلي محتاج للإسكان مشان يكون عنده بيت ما عم بيلاقي أموال بقى للإسكان. شو صار؟ اختفت؟ ما بنقدر نعرف، لأنه طبيعة الحال السياسيين القائمين بهذا الموضوع اختفت المواضيع. ثم المشاريع العديدة من بناء الجسور العديدة أو المشاريع مثل السدود، وطبعا مش مقررين كل جديد مثلا وما إلى ذلك. كل هذه المواضيع بعض المناقصات لدينا أموال متعددة وفجأة اختفت هذه الأموال والعمل وقف لأنه وقفي أموال، أين اختفت الأموال ما فينا نعرف. أما الحجة الحقوقية بهذا الموضوع بدنا نتفضل فيها على أنه ضمن المشاركة للمواطن في صنع القرار يحتم علينا أن نستطيع أن نحاسب النواب. يعني نحن عم نقوله بهذا الحكي أنه المواطن لازم يكون قادر انه يعرف النائب شو عم يعمل مشان يقدر يحاسبه، وهذا الموضوع بحاسبه مش بس بالانتخاب مثل ما تفضلت ايضا رئيسة الحكومة بهالموضوع. لحد هلا طبعا احنا بنعرف الطريقة الوحيدة هي بالانتخاب، طب هلا احنا عم نعمل طريقة جديدة للمحاسبة قائمة على اختلاس الاموال من خلال عملنا العديد، وهذا الشيء طبعا حيفيد المواطنين باشكال عديدة. هلا نحن بفريق الحكومة نشدد على المقولة اللي تقدمنا فيها، وهذا لصلاح لبنان ولترسيخ دولة القانون. شكرا. صباح الخير زملائنا كلا فريقين من جمهور الكريم ولجنة التحكيم. نحن كفريق معارضة بنعارض مقولة المجلس كشرط من شروط الخدمة. سوف يجعل هذا المجلس السجلات المدنية السجلات المالية لجميع السياسيين المنتخبين علنية من المحور القانوني اللي تفضل فيه زميلي والمحور الاقتصادي اللي أنا راح أحكي عنه. أول شيء بدي أبدأ بإني أدحض حجج الحكومة. أول شيء أنتوا قلتوا إنه أنتوا حتكونوا عم حتحطوا قوانين بتمنع أن يتم إفشاء أي سر من الأسرار الخاصة بمصريات هدول السياسيين، بس من كل الجهات الإدارية وحتراقبوا هيدا الشيء. بس نحن بفكرة أساساً المراقبة على مر العصور بقلب لبنان دايماً ما كانت عم بتكون عم تطبق بشكل مضبوط، ودايماً عم بتكون فيها فساد، وما حكيتوا نحن كيف فينا نكون عم نضبط هيدا الفساد بأي طريقة، ومين هي الجهات الإدارية مثل ما تفضل زميلي وضحك. كمان الإساءات الكيدية اللي قلتوا انه كنتوا حتضبطوها هي الحل الوحيد او الطريقة الوحيدة اللي دايما بينشأوها السياسيين بقلب بلدنا لحتى هن مثل ما بيقولوا يطقوا براغ لبعض، يعني لانه هن بيفتكروا لفن المناظرة والحوار والنقاش وما بيعرفوا ابدا انهم يحلوا المشاكل بطريقة صحيحة. دايما ببلشوا بيعملوا إساءات كيدية لبعضهم، وما في حيكون اسهل منا نحن لما نكون عم نعمل هيدي السرير المصرفية عم بتكون معلنة. هلا بدي ألحظ اللي تفضل فيه نائب الرئيس اللي هي فكرة المعاهدات اللي انتو ذكرتوها. انا اولا ما حكيتو عنها بالقلية، انت رجعت حتى وحكيت عنها بقلب خطابك بس ما انذكرت اساسا بالاول حتى ترجع تبت فيها على زميلي رئيس المعارضة. وكمان انتو حكيتوا انه كمان اشرتوا انه كان في اتفاقية عمل بين امريكا وبين لبنان حول هيدا الموضوع، وهيدي المعلومة مش صحيحة. ثاني شيء المثل اللي تفضلتوا عنه وحكيتوا عنه عن مشكلة الإسكان اللي سببها هو فعلياً الفساد مش السرية المصرفية، يعني استخدمت دليل مش لهيدا الحجة أساساً. والمشكلة الأساسية بالموازنة هي إنه موازنة علنية، فنحن فينا ننتقد الموازنة، ودائماً كانت المشكلة هي بالموازنة مش بالسرية المصرفية. هلأ بدي أتقل لأن أحكي عن الحجة الشتعيفة. الحجة الأولى اللي بدي أحكي عنها هي السرية المصرفية هي باب لجذب رؤوس الأموال بلبنان. تفضل. وين المشكلة بالدولة بالموازنة؟ الموازنة هي الشيء الوحيد اللي نحن فينا ننتقده. المشكلة بالموازنة إنه عم يكون في توجيه للأموال بشكل عام على الرتب والرواتب والأجور، عم بيروح نسبة كتير منها بدل ما إنه نعمل مشاريع. شكرا. هلا بالنسبة للحجة الأولى اللي كنت عم بحكي فيها إنه نحن من الخمسينات ولبنان عم يعتمد على هيدا النظام الاقتصادي
الاقتصادي اللي هو نحن بنعتمد كثير باقتصادنا على قطاع الخدمات وعلى القطاع المصرفي، وهو القطاع الوحيد اللي خلينا نحن كل هالسنين نكون واقفين على رجلينا كبلد، دائما فيه مشاكل ودائما فيه حروب ودائما فيه تزعزعات، هو من القطاعين الوحيدين اللي خلونا نضل مستمرين واللي كانوا عم يجذبوا كثير من الدول بالخليج وبالشرق الاوسط لانه بحطوا مصرياتهم عنا بقلب المصارف تاعتنا، طبعا لانه الفوائد كثير عاليه وهذا الشيء بيجذب المستثمرين، ولانه نحن بشكل عام الانظمه السياسيه الموجوده حوالينا بالمنطقه هي اغلبيتها اشتراكيه، لهيك كانوا رجال الاعمال السوريين دائما عم يحطوا مصرياتهم على لبنان، وهذا الشيء كان كثير عم يجيب مصاري للبلد، والقطاع عنا هو كان القطاع الاكثر فعاليه مقارنة بالقطاع الزراعي، نظرا لمحدودية الأراضي الزراعية وجغرافية البلد ما بتسمح لاقتصاد لقطاع الزراعة ويكون منتج ومتطور، وقطاع الصناعة كمان اللي هو منحدر بشكل عام لأنه نحن بده كتير موارد وبده كتير موارد أولية ما عنا إياها بالبلد. اللي عارف أنا كيف هذا القانون يلي بطالة سياسيين بلبنان حيأثر على رجال الأعمال السوريين مثلا؟ هو ما بيأثر، أنا المثل اللي عم بعطيه إنه رجال الأعمال السوريين بسبب هيدا القانون اللي كان موجود عندنا، لأنه نحن في عنا سرية مصرفية بقلب البلد، كانوا عم بحطوا مصرياتهم عنا لأنه هن عم يقولوا من الأنظمة الاشتراكية عندهم بالبلد. طيب، هلا الشيء الثاني اللي بدي أحكيه كمان إنه نحن مثل ما قلنا الدول العربية كانت دايماً عم تلجأ إنه هي تحط مصرياتها عنا، وكانت عم بتساهم كل الدول اللي حوالينا إنها هي تساهم بتنشيط وحفاظ على اقتصاد لبنان، لأنه مصرياتها بقلب البلد. فهي عم تساعد لبنان لانه مصريتها جوا البلد. الحاجه الثانيه بدي احكيها هي حمايه العميل المصرفي، حمايه الشخص السياسي اللي عم يحط مصرياته بقلب المصارف، انه هو يتم استخدام معلوماته الشخصيه ضده، لانه معلوماته الشخصيه هي اسمه مصرياته شو معه مصاري كل المعلومات اللي خاصه فيه، ممكن كثير لانه ما يكون في رقابه مضبوطه بقلب البلد على هيدي المصاري انه يتم استخدام هيدي المعلومات ضده، وهذا الشيء بيحميه الدستور اللبناني. الدستور اللبناني بيقول بالماده 8 انه الحسابات الماليه هي ملكيه فرديه، والملكيه الفرديه بيحفظها الدستور، فهذا الشيء بتناقض مع الدستور، وكمان بالاداب العام لحقوق الانسان هذا الشيء محمي. ختاما نحن كفريق معارضه بنعارض مقوله المجلس من المحور القانوني والاقتصادي. شكرا. شكرا نبيلة، نمر الآن إلى عضو الحكومة جاد. شكرا. أولا أريد أن أرحب بالحضور الكريم وأكرر قول الحكومة وأشدد على أن المجلس مع رفع السرية المصرفية ومع علنية الحسابات للسياسيين المنتخبين. وقبل ما ننتقل لمسار غير المسار الاقتصادي والمسار الحقوقي اللي تم مناقشته بمطولا من الطرفين، حابب اني اضحك اللي تقدمت فيه عضو المعارضه. اولا ذكرت بانه عدد كبير من الدول المحيطه بلبنان هي دول اشتراكيه وهذا الشيء مش صحيح. ثانيا كان عندها حرص كبير على رجال الاعمال السوريين واستفادت لبنان منهم، وبظن انه المصلحه العامه وكشف الحسابات وعلنيه الحسابات لزياده الشفافيه ولكل ما له هذا الامر من الفوائد اللي قدم فيه الزملاء هو اهم من حرصنا على رجال الاعمال السوريين وغيره. اخيرا تقدمت عضو المعارضه كمان بخوف على حمايه على سمعه السياسه وعلى عدم استعمال معلوماته ضده، معلوماته الشخصيه ومعلوماته الماليه ضده، ولكن اريد ان اذكر بانه يلي بياخذ القرار بانه يخوض المعركه السياسيه بده يكون قد هذا القرار، بده يعرف انه هو شخصيه عامه وشخصيه معرضه للانتقاد وشخصيه معرضه للهجوم من قبل اي طرف. إذا مثل ما قلنا بدي من هلا اتوجه بحجج مختلفة عن اللي تم تقديمه، وهي أولا الحجة إذا بدكم فينا نقولها الحجة الأخلاقية والاجتماعية. هذا الأمر واللي هو رفع واللي هو علنية الحسابات حيؤدي لنفور الانتهازيين والوصوليين. نعرف إنه سقراط كان يقول إنه السياسة هي أنبى العمل، ولكن بتعرض السائس الى ان يتحول الى افسد الفاسدين.
نعرف انه السياسه لطالما كانت طريق سهل وطريق مستعمله مرارا وتكرارا للانتهازيين والوصوليين واللي بدهم المصلحه الشخصيه والمصلحه الفرديه فوق اي مصلحه، واللي ما عندهم اي اعتبار للمصلحه العامه والفائده العامه. معلول تفضل. بس سؤال لاني اذا نحن عم نقول انه السياسي اذا بحط امواله برا انت عم تعطي افضل سك براءه لما تروح بترفع له سريه مصرفيه على حسابات وبالليل ما عم يملكه، هو يتبين انه ما معه شيء ويكون فاسد في حياه امواله بالخارج، كيف انت بتفسر هالشيء؟ ميرسي على سؤالك، لهذا السبب لهذا السبب لابد من كر قانون الكابيتال كنترول مع كر هذا القانون اللي نحن عم نطرحه. اذا مثل ما كنا عم نقول نفور الانتهازي هذا الامر الحسابات العلنيه حيؤدي لنفور الانتهازيين والوصوليين، لانه حيبطلوا يقدروا بسهوله الا اذا كانوا محنكين بشكل عجيب انهم يستفيدوا من الاموال العامه من دون ما يكون في مراقبه ومساءله كثير كبيره عليهم. ثانيا من الجهه الثانيه حيشجع هذا الامر حيشجع ويجذب اصحاب الكفاءه والنزاهه، هول اللي طول عمرهم ابتعدوا عن السياسه لانهم شافوا فيها خطر وعرقيل لطموحاتهم وكانوا خايفين وكان عندهم خوف من المواجهه مع هالانتهازيين، حيتشجعوا اكثر للاتجاه نحو السياسه، هذا الامر حينظف السياسه اللبنانيه من التلوث اللي هي فيها. اذا ضل عندي وقت رح اخذ منك. اذا مثل ما قلنا رح ينفر الفاسد وحيتشجع الشريف لخوض المعركه السياسيه. نتائج هذا الامر هو اولا ازدياد ثقة المواطن الناخب بالنظام السياسي عفوا. طبعا لما يكون في مراقبة للحسابات المالية المواطن حيكون عنده ثقة أكثر بالشخص اللي عم ينتخبه. ثاني نتيجة وفائدة هي الحجة الثانية اللي حاقترحها وهي حجة سياسية، هي إعادة ثقة المجتمع الدولي بالنظام السياسي اللبناني. اليوم ثقة المجتمع الدولي هي منعدمة كليا بالنظام السياسي اللبناني، وهذا الأمر خاصة ازداد من بعد انفجار مرفأ بيروت، وهذا الأمر له تتبعات فظيعة منها صعوبة الاقتراض لأنه البنك الدولي وصندوق النقد عندهم شروط كثير قاسية حتى يدينوا لبنان من وراء فساد المستشرق لبنان. ثانيا تدهورت العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. طبعا هذا القرار رح حارب هالامرين، اولا سيتم اعاده الثقه وازدياد الشفافيه لحل هاتين المشكلتين اللي قلناهم. طبعا هذا الامر حيتم تماشيا مع اتفاقيه مكافحه الفساد وخاصه اغراض هذه الاتفاقيه وهي تعزيز النزاهه والمساءله والاداره السليمه للشؤون العموميه والممتلكات العموميه. نحن كل حرصنا اعاده الثقه فينا واعاده الثقه بالتأمين السياسي اللبناني لاعاده الاستقرار. كفريق ختامي معارضة بحب أكد على المقولة بتقول إنه نحن كفريق ضد المقولة بيقول المجلس عم بيقول إنه تكون السجلات المالية للسياسيين الناخبين علنية، وهذا لأنه إذا فينا نقول بدي بلش بالحجج تبعوني رح تكون على الصعيد الاقتصادي والمالي ورح تكون عندها أيضا قضائية. بس قبل بحب أتحدى الزميل تفضل وحكي عن انه بتامن الكفاءه والنزاهه، الشخص النزيه والكفوء انا بعرف انه ما في شيء بيوقفه اذا هو مأكد انه مش رح يكون عم يشارك بعدين بالشبهات المعروفه بعدها بالسياسه، يعني اذا هو نزيه ومتاكد انه هو مش سياسيا او باي ظهر له ليوصل مش في شيء هيوقفه انه يكون عم يترشح. وثانيا اذا كان بدي احكي عن الحجه السياسيه اللي طرحتها بالثقه، فبحججي رح تبين قديش انت سياسيا اذا الاشخاص بتوثق بانها تنتخب الاشخاص حسب انه يكون عنيت مسلياتهم فوين الثقه بالقضاء؟ ما حكينا شيء عن القضاء كيف حتخليه هو غير مسيس وما عنده سيطره. لهيك رح بلش بالحجه اولا الاقتصاديه والماليه. فيني اقول اول شيء الحجه نحن ضد هيدا القرار لصعوبة تطبيقه بشفافية بظل نظام السرقة
المصرفي بلبنان. اليوم اكيد بنعرف انه المصارف عندهم سيطره بطاقه سياسيه، عندهم ضغوطات، وحتى هو اذا بدها تمر عالميه السياسه والمصارف من خلالها رح يكون ما في شفافيه، وحين بنرجع لسيطره السياسيين على المدراء والرؤساء. وحتى فينا نكون عم نقول على السجلات الماليه لانه بيزيد من الطابع المصارف على السياسيين وعلى نزاهتهم. على سبيل المثال دراسه الدكتور جاد شعبان رئيس الجمعيه الاقتصاديه بسنه 2014 2015 قال ان السياسيين اللبنانيين بيملكوا قريب من 40% من المصارف، وهو عدد هائل بعدد وجود المصارف باراضي لبنان اللي هي طبعا عم تطلع نقطه بلد البلاد الموجوده بعد. اما على الصعيد الاقتصادي المالي الثاني فينا نقول عن هدر المالي بالمؤسسات والوزراء. ليش؟ لانه اليوم الوزراء والمؤسسات هي فيها بتمر من خلال المناقصات والعلمية السجلات الماليه عم تمس بس بالناخبين السياسيين، ما بس بالوزاره عم تتخذ، ما بس بالمؤسسات والادارات. فينا نقول مثال على ذلك امر الملفات للفساد القائمه بادراج القضاء اللي لهلا لسه ما انحلت ولهلا لسه ما بنعرف وين، وهي كلها متعلقه بالفساد بفساد النواب الوزراء اللي كانت قائمه. وفينا نكون عم نقول عن المؤسسات الوزارات الموجوده اليوم اللي هي غايبه اصلا عن العمل. اما بالحجه القضائيه فينا عم نقول حتقول ما حيوجد استقلاليه للسلطه القضائيه، بل رح تدلع ورح تكون خاضعه للسياسيين. الفساد السياسي جعل السلطات القضائيه تتخلى عن صلاحياتها وانها تقوم بتهديدها وحتى تكون غير قادره باتخاذ القرار الصحيح بانه تكون عندنا مشروع واضح بمحاسبة الأشخاص السياسيين الناخبين. تفضلي. كيف شفت الوكالة التنمية القضاء بخصوصا إنه السجلات هتكون علنية، يعني عندهم وسيلة أفضل لحتى يكون في دليل بإيدهم بلا ما يكون في ضغط عليهم من أي جهة سياسية؟ أوكي، في يكون عم بعطيكي مثال إنه بعد حراك 17 تشرين أول 2019 هو حراك القضاء ب 17 ملف لهلا كانوا بعده بدراجه وما عملهم اي تحريكات. فيني يكون عم قلت كمان انه هو في قضايا كثير متراكمه شرعيه وتعدي على الاملاك والعقارات ولهلا لسه ما صار ولا قرار، هو كلها ملفات بالادراج وقضاه كلها عم تكون يا عم بتهدد يا بتكون عندها اي رشاوي من تحت الادراج لهلا لسه ما معلنيه ومشاركين بهذا الموضوع. وشكرا. إذا ما دام معي وقت فيني كمان يكون عم زيد حجة على سعيد ما تفضل ما قال إنه زميلي بإنه رح تكون عم تعيد الثقة للمواطنين. أنا فيني أقول إنه عم بتعزز الفساد والزعزعة الطائفية. اليوم فينا نقول فينا نعطي مثال اشتباكات الطيوني هي كانت زعزعة طائفية بسبب عدم استقلالية القضاء باتخاذ مين عامل التفجيرات وحتى بسبب عدم محاسبته لهذا الأشخاص. والزعزعة أدت لأزمات اقتصادية، هبط الدولار قيمة الليرة بالدولار بثواني. فاليوم إذا عملنا السجلات العالمية للناخبين السياسيين تخيل قديش بيكون في فساد طائفي وزعزعة عالمية بالطرقات. وشكرا. لجنة الكريمة، جمهور العزيز، زملائي بالحكومة والمولات. أولاً اسمحوا لي أكد على موقفنا بالحكومة أنه كشرط من شروط الخدمة نحن مع أنه نجعل السجلات المالية لجميع السياسيين المنتخبين عالمية. بدي أرجع شدد على هدف حكومتنا من الأساس يلي هو الوصول إلى دولة القانون وتعزيز الشفافية ومراقبة الأموال المهدورة في دولتنا. قبل كل شيء اسمحوا لي أوضح أنه تبين على المعارضة اليوم يا أما عدم إصغاء للحجج اللي نحن عم نعطيها، يا أما ضياع، يا أما حجج غير كافية، لأنه أولاً بالضحك طبعاً ما بينت عن ضحك مزبوط لثلاث الأعضاء الحكومة اللي قطعوا، ثانياً ما عرفوا يردوا على ولا أي سؤال نحن طرحناه عليهم، ورح يبين هالشيء خلال حكي هلا.
الحكومة الإفتتاحية بمماثلة بزعيمتنا بينت كثير منيح وشرحت كثير منيح آلية التطبيق تبعها. نحن قلنا إنه رح نراقب كل أعمال السياسيين كانوا بالخارج أو بالداخل، ورجع نائب الرئيس الحكومة حدد إنه رح نراقب كل الأشخاص المؤتمنين أو يلي بيوصوا عليهم كسياسيين. هيدي أول شغلة. بعدين دعمنا حجتنا بحجة دستورية هي إنه بإعلان بالعلنية تبع السجلات المالية رح نعزز الشفافية ورح نسهل الرقابة أمام القضاء والرأي العام. لا، هيدي مش موجودة هلا، وإلا ما كنا وصلنا لهون بلبنان يا أيتها المعارضة. ثانيا، نحن ما جبنا سيرة السرية المصرفية لغير السياسيين، وهيدي نحن وضحناها بكذا مرة خلال نقاشنا اليوم. انتو عطول كنتو عم تعيدوا كان مع زعيم الحكومة المعارضة أو نائب رئيس المعارضة عم بتعيدوا عن قصة بس خلص هنا فكرتي قصة السرية المصرفية. نحن لا رح رجال الأعمال الخليجية نحن عم بكبوا مصاري هون، نحن متفقين معكم أن السرية المصرفية كثير منيحة، إنما نحن بس هدفنا نكشف عن حسابات السياسيين اللي بأيديهم في عنا الأعمال العامة. سؤال لك، نحن اليوم بلبنان في عنا آلية كرمال نرفع السرية المصرفية قدام أي سياسي، قدام أي سياسي عبر هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان بالتعاون مع النيابات العامة بوجود هيك آلية. أنا معك، السرية المصرفية فينا نرفعها عن السياسيين اللي شكينا فيهم. طيب ما في غير سياسية مش شاكين فيهم أو عم بيلعبوا من تحت الطاولة، ليش ولا بعدنا شكينا فيهم؟ بعدين لشو بدنا نلف وندور ونفتح ملفات السرية المصرفية؟ ليش ما نحط هيدا القانون يلي دغري رح يفرج قدام الرأي العام هيدا السياسي شو معه، هيدا السياسي شو معه؟ ثانيا، بدي ارجع للحكومة الإفتتاحية يلي بينت مسار يلي تقريبا غيرت مسار حديثنا اليوم وحكيت عن ثلاث حجج يلي هن بيأكدوا على مقولتنا اليوم. اولا الحجه الاجتماعيه اللي هي زياده ثقه الناخب بالمنتخب. نحن اليوم شو بده المنتخب غير انه يرجع ينتخبوه نفس المواطنين لدوره ثانيه كرمال يرجع يتاكد على مشروع السياسي؟ طيب هيدا المنتخب لما يشوف انه أموال اللي يعني انتخبه هو لا زادت ولا نقصت بعد ما تولى سلطة عامة، مش هيرجع يطلعه هو ذاته؟ ونعم يا حكومة ختامية، يا معارضة ختامية، هيدي رح تشجع وصول الكفؤين والنازحين على السلطة، ورح تبعد كل يلي هدفهم بس يعبوا جيبهم من وراء هيدي السلطة. ثاني حجة هي إعادة حجة اقتصادية، إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. نحن اليوم عندنا فجوة مالية تقدر ب 70 مليار دولار او اكثر من اكيد من الرقم. طيب نحن ما عايزين هيدي ثقه المجتمع الدولي كرمال نرجع يعطونا هبات ويعطونا مساعدات لحتى نطلع من الازمه اللي نحن فيها. ثاني اخر حجه قدمناها نحن هي عفوا بضحد الحكومه الختاميه لزميله بالحكومه الختاميه قالت اول شيء انه القضاء السلطة المصرفية عندها بس سلطة على السياسيين وما عندها سلطة على القضاء. رجعت بنفس الضحك تبعها قالت انه هول السلطة القضائية اللي هي مخشوشة واللي هي فاسدة مش عم تقدر تأمن القوانين اللازمة لحتى تحارب الفساد. انا ما فهمت هيدي النقطة، اذا بس فينا نرجع نوضحها حكومة ختامية، لانه ما عندنا هلا قانون واضح بيقدر يحاكم السياسيين اللي عم يتلاعبوا بأموالنا. وختاما أنا برجع بأكد على قوة الحكومة وخصوصا الحكومة الختامية اللي بينت بعيدا عن الحجج الاقتصادية والقانونية اللي كنا بنعرفها، بينت عن جد قديش نحن عايزين هذا القانون بأيامنا وبأزمتنا هيدي. وشكرا. تفضلوا أعضاء الحكومة الافتتاحية بوضع آلية حتى تعريفاتكم المتعلقة بالسجلات المالية والآلية وحتى السياسيين الناخبين منهم
وحتى حكوا عن الآليات اللي كانت لهم. حطوا قوانين بتعديل السرية المصرفية ولم يذكروا مثل ما فضل والشاع ضاف إنه لا ذكروا بس للناخبين السياسيين، لم يذكر هذا. فضلوا إنه بتعديل بوضع قانون العقوبات وأنه الحكومة في غرامات مالية ولم يذكروا كيف كانت الغرامات المالية. وتعديل الدستور برفع الحصانة ولم يذكروا كيفية وضع هذا القانون بس تعديله. أما بالأشياء اللغوة فمش رح أخذ لك معلومة سوري مش هلا يعني بعد شوي أوكي. أما بعدين تفضل نائب الحكومة بوضع الحجج وشعبها وكان عم بيحكي إنها تكون عالمية حكى إنه فيها حجة اقتصادية بإنه وضع المشاريع وإنه يكون في محاسبة حيكون في محاسبة من خلال بس تكون السجلات المالية عالمية رح يكون عم تستقطب مشاريع خارجية، ولكن على العكس ممكن شو هتأثر ما بالعكس إذا كان في سجلات مالية عالمية اليوم وبينت قديه في فساد للناخبين السياسيين ممكن هذا الشيء بالعكس يخوفهم مثل ما فضلت وعدوا أعضاء المعارضة بقول إنه السرية المصرفية العالمية هي شيء مش رح يفيد لبنان. رمان تفضلي. أنتوا كمعارضة رح تقول لحجاجنا إنه نحن فينا ننتقد الموازنة كبديل عن هذا القانون، شو فينا نعمل إذا انتقد الموازنة وشو بيطلع بإيدنا نعمل غير الانتقاد؟ إذا كان بدي أرجع نفس الشيء أنتوا بالآلية تاعتكم إنه رح يكون في محاسبة قضائية، فالسؤال ذاته بسألك إذا كان معك كجواب هو إنه شو هيدول المحاسبين القضائيين إذا أنا كمواطنة لبنانية مثل حتى ما هم بأعضاء الحكومة. وبالختام يتفضل وقال إنه المواطنين رح يكون عندهم حجة بإنه عندهم ثقة ويقدروا يرجعوا يكون عندهم ثقة بالسجلات المالية لأنه بيعرفوها وإنه بيقدروا يقدموا مثل شكوى. نفس الشيء إذا قدموا شكوى شو رح يصير بعدين؟ هي الآلية كمان ما وضعت. أما من ناحية المعارضة فهن كانت متساوية. إذا فينا نقول من الحجج اللي تبقت هي كانوا عم يحكوا عن حكي زميلتي طبعاً بصفتي أنا حكيت عن الحجة المصرفية اللي هي كمان ما بس عن سرية عالمية أنا قصد فيها إذا ردًا على الشيء اللي أنت عقبته هو إنه ما رح يكون في شفافية مطلقة وإنه اليوم الإتساع المصرفي هو منه بالوضع الاقتصادي مصدر ثقة وحين بيرجع بنقول وبتروح لصوب الحكومة المعارضة بإنه حتى لو نحن بدنا نجيب الاستثمارات الاقتصادية هي ما رح تكون فقط لأنها عالمية برجع أكرر ليش؟ لأنه اليوم المصارف الثقة والليرة اللبنانية نسية الأوضاع حتى السياسية والراهنة هي ما رح تؤدي إنه اليوم رح يزيد الاقتصاد والثقة. وإذا بدنا نحكي عن الاستثمارات سوري بدنا نحكي مثل ما تفضلوا أعضاء المعارضة بقول إنه ما فكرنا بالمنتخبين، طيب وأنا برجع لكم المنتخبين الخارجيين والسفارات رح يكونوا عندهم صنع القرار، شو رح يستفيدوا إذا هن بيقدموا شكوى خارج بلادهم هن ما رح يكونوا عم يفيدونا؟ هيدا هو سؤالي لكم، مش بس سؤال، هو أنا إذا بآليتي ما فكرت بالمغتربين اللي هن بشكلوا عدد كبير من اللبنانيين الموجودين مش بس بأراضينا، كيف أنا بدي أفكر إذا ما فكرت فيهم كيف هن رح يكونوا عم يحاسبوا الناخبين وإنه السرية المصرفية تاعتهم؟ إذا بدي أشيل عنه السرية المصرفية رح يتبع المقيمين الخارجيين، هذا كان سؤال جيد وواضح من أعضاء المعارضة بقول هيدا لأنه رح تكون عم تغير كل المعادلات الآلية اليوم بكل القوانين اللبنانية. بقدر ارجع اقول انه موقفنا وهدف هو السرية المصرفية، اما احداث هون كانت كلها قانونية كلها علنية كانت كلها حجج اجتماعية ما بتفيد اقتصادنا، وبعتقد اليوم موضوعنا مالتنا هي اقتصادية، كيف انا بصير الجلات المالية للناخبين السياسيين انها تكون عم تعمل ايكونوميك ريكفري، انحكى عن الاقتصاد والاستثمارات ولكن نرجع عن تعديل القوانين والقضاء والمراقبة. اما القضاء له علاقه بكل هيدول بس انتم ما حكيتوا كيف، فهي السؤال اكيد موقفنا ضد السجلات المنقول منع عالمية للسياسيين الناخبين وشكرا. شكرا.
شكرا لكلا الفريقين لان اوكي اول شيء مرحبا بالجميع شكرا كثير على المجهود اللي بذلتوه في المناظره كانت مناظره ممتعه وشيقه وكان الاداء في كثير المرات يعني متقارب للاعلان عن الفريق الفائز الفريق الاول هو المعارضه الافتتاحيه نمبر 2 الحكومه الختاميه نمبر 3 الحكومه الافتتاحيه نمبر 4 المعارضه الختاميه الفريق اللي ربح ثاني يو هاف ذا سكورز اي فريق ربح معارضه او ما سجلتها انه سوري يس just double checking. الفريق الرابع هو opening opposition. opening معارضة الافتتاحية. لا إنه كفريق كله الحكومة أو المعارضة. الحكومة ما بيصير إحنا نقول بس. أوكي. بس. طيب. شوفي first second third fourth. لا حدود عندي بس إنه كفريق أوكي. طيب كملاحظات انه ما رح اتعمق ببعض الملاحظات لكل فريق او لكل متناظر ولكن هنالك في انه هنالك اكيد فرق في الحجج في الوضوح في الحجه في تقديم الحجه في الدحض هيدا كثير مهم يعني في اساس اندحضت بشكل جيد يعني حتى مثل الحجه يلي اعطوها فرق معينه كذلك يعني بدي ركز كثير على الويب على المتكلم الاخير كان لازم تعطي يمكن دحض اكثر انا لاحظت انه اعطيت اكثر سمري لشو قال الفريق يعني بالمقارنه سوري اباد الناس ايا تقريبا يعني كمتكلمه ثانيه في الفريق الختامي شي ديد جريت جوب لانه قامت بدحض ما لم يتم دحضه وكمان ركزت على الدحض اللي قام به اعضاء الفريق الاول وكمان في الفريق الاول وهي لعب الدورين. سو بدي ركز كثير على الدحض هذا كثير 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 مهم لانه بالدحض في بتربح كل الديبيت اذا بتبين انه هيدا الحجه ما كانت قويه او فيها نواقص او فيها مغالطات او شيء من هذا القبيل وكذلك كيف ركزوا على الحجج حاولوا توضحوها قد ما فيكم لحتى احنا انه توصلنا بطريقه صح ولحتى تخدم الفريق تبعكم وحاولوا تكونوا منسجمين كذلك انه كفريق، حاولوا انه تكونوا منسجمين في المسار تبعكم في المسار المنطقي في الحجج وهيك. ما عندي شيء ثاني اقوله بس سبيكر شربل ما خليتينا شيء شادي اوكي تفضل. ما خدتنا شيء وفاء الا بتلاقي شيء اكيد. طيب بتلاقي ايه فعلا اغلب اللي اخذته وفاء مشان ما اكون عم كرر الكلمه بس في شيء كان بتذكرته ايه بدي اقول انه بعرف كمان اذا بشكل غير بس انه لما بنبلشوا بشيء بقيه اعضاء الفريق يكفوا ببعض النقط وبعض الحجج اوكي كمان في كثير محلات مثلا يمكن فريق المعارضه حكي شغلات كان ممكن انتم تضحضوها او كان ممكن تركزوا عليها كمان مثلا مش المفروض كثير بالتفاصيل ولكن كمان خذوا بعين الاعتبار هذا الشيء اوكي انه في شغلات اوقات كثير ممكن انتم يعني كثير سهل انكم تضحضوا انا صراحه كنت ناطر منكم مثلا تضحضوا نظر هذا الشيء بس عشان ما نكرر. Thank you. هلا شادي our expert. في كثير اشياء قالت ارقام مضبوطه حتى اللي كنت مش متاكد منه بس قول بلبنان في كثير ارقام يعني بس انه في اشياء ارقام مضبوطه وهيك هلا في اشياء انحكى عنها مثلا عن ال
اللي بيقربوا السياسيين هول في حتى بيقولوا لهم الباب يعني البوليتيكلي اكسبوزد بيبل هول الناس يعني عندهم ستاتيو معين في ستاتس معين لهم وهن كمان يراقبوا شوي زياده عن اللزوم من جهات بلبنان بس اكيد كمان من جهات خارجيه وفي من جهات كمان من امريكا مظبوط بعتقد ما كان باللي عم تقوله كنت عم تقول انه بامريكا اعتمد اشياء معينه نفهم من الفريق المعارضه انه في معاهده بين لبنان وامريكا او شيء من هالنوع بس هو بالحقيقه في معاهدات بين لبنان وامريكا يتعلقوا بتوجيه الاموال وبهول الناس اللي بيقولوا لهم politically exposed people وهول ينفتحوا يعني المصرف المركزي بيعمل لجنه تقدر هي تفوت على حساباتهم وتعرف شو الاشياء اللي كل التحويلات والاشياء اللي صارت. هلا في شغله مهمه كمان هي بين الفصل بين السلطات ودور كل سلطه، يعني السلطه هو المنتخبين يعني السلطه الاجرائيه السلطه التشريعيه. في شغله كثير مهمه قلت انه هن عندهم اكسس شيء على مصاري من خلال موازنة من خلال هذا الامر اللي هو الموازنه مزبوط بس كمان انه في واحد يعني في رقب لهم اموالهم لانه عندهم صلاحيه القوانين يعني مثلا ممكن يرتشوا كرمال قانون معين بفيد جهه معينه او شيء ثاني وهيك. هلا رجعت وقلت كمان انه عم تتبخر المصاري من وراء المشاريع هولي بقلب مشاريع او تعهدات او هيك هولي مش من مصلحه النواب مش من صلاحيه النواب هو من صلاحيه السلطه التنفيذيه اللي هي الوزراء يعني اكثر. كان فيكم تحكوا كمان انه كمعارضه انه في الستراكشر تبع الحياه السياسيه بلبنان ما بس من منتخبين في احزاب في رؤساء احزاب في ناس في ممكن توصل لزعماء معينين اشياء بالطوائف يعني كثير مشعبه كان فيها تكون بهذا الاتجاه كمان. وفي نقطه كثير مهمه اخر نقطه معنا في كثير اشياء طيب وقتها تحكوا عن انه السريه المصرفيه تجذو الاستثمارات او بالاحرى بتجذو بالودائع مزبوط بس الشفافيه بتخلي الكوربشن تخف في شيء كثير مهم اسمه البيئة الاستثمار يعني الكليما الانفستيسمون هذا كثير مهم كثير بشدد عليه هلا يعني كمصرف البنك الدولي والاي ام اف انه هيدا اللي بيجذب على المدى الطويل الاستثمارات اوكي وفيكم تعملوا ريسيرش كثير اذا بهمكم عن هول الاشياء رائعين يعني اوكي بس انا ميرسي منك بس انا هيك بس كمان ناخذ منك معلومه قلت انه في اتفاقيه بين لبنان وبين امريكا بس إيه؟ غرفه التجاره والصناعه النوع تبعها حتي الاتفاقيات المعموله بين لبنان وكل الدول هن 39 اتفاقيه بال 2020 كانوا إيه؟ بس هن مش ذاكرين امريكا بالتبادل امريكا انه هي بس احاديه هي بتاخذ منها بس هي ما بتعطيه انت على اي اتفاقيه عم تحكي عنها بس؟ ايه هي مش اتفاقيات تجاريه ولا اتفاقيات بمستوى الاقتصاد هي اتفاقيات بين الكونغرس الامريكاني يعني قوانين أوكي. بالاحرى قوانين بيفرضوا تطبيقها لهالبلدان اللي بدهم يتعاملوا معهم بهدف شفافيه عرفت شو قصدي؟ يعني بيعملوا قانون بيقولوا انه لازم يطبقوا كل البلدان اللي بدهم يتعاملوا معنا واي مصرف امريكاني بده يتعامل مع المصارف اللبنانيه يكون كورسبوندنت بانك او هيدا بده يكون هيدا البنك فاتح الحسابات تبع البوليتيكلي اكسبوز بيبل اللي عليهم شبهات واكيد في مثلا التعامل مع الارهاب او تبييض الاموال تمويل الارهاب وتبييض الاموال هول شغلتين اذا بنك حابب يتعامل مع امريكا ويكمل بهالتعامل لازم يكون عنده شروط معينه ملتزم فيها بهالنطاق منا بين دوله ودوله من ناحيه كيف انه ثنائيا
معاهدة تبادل أو شيء من هالنوع، لا مش هيك. أوكي؟ ماشي. وكثير دقيق سؤالك. يعني بشدد على ال أوكي، بشكركم مرة تانية وزملائي في التحكيم، وإن شاء الله تكون الكومنتس اللي عملناها مفيدة وساعدتنا في المناظرة الثانية. حظ موفق للجميع. شكرا.